نادي المحامين الجديد اللي احنا او اللي احنا هنضع حجر اساسه في التجمع، 5 أبدنة متاخده، عملنا كل الرسومات اللازمه لها علشان يبقى عندنا اراضي نادي اجتماعي ورياضي، مش علشان بس الناس تروح تلعب فيه وتقعد تشرب شاي وقهوه، لا، علشان يبقى في مكان يجيب موارد لنقابه المحامين، لان احنا عندنا نظره جديده لامكانياتنا. احنا للاسف الشديد عندنا امكانيات كثيره جدا لكن مواردنا فيها محدوده، يعني مواردنا منها محدوده، يعني يبقى عندنا نادي ضخم بيتكلف ملايين بس ما بيجيبش حاجه. احنا عايزين نعيد توظيف اموالنا بشكل يحقق عائد، يدخل صندوق المعاشات، يدخل صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه، يدخل ميزانيه نقابه المحامين، علشان ده هيساعدني او يساهم معايا في تحمل اعباء المحامين. حتى الانديه والمقرات احنا مش متاخرين عنها، يعني لما يتقال مثلا احنا محتاجين يبقى عندنا نادي في اسوان ونادي في قنا ونادي في دمنهور ونادي في اسكندريه، ماشي، كل ده احنا بنصرف عليه. احنا دخلنا حتى على بعض المناطق المختلفه التي يمكن ان توجد اضافه. لو في مكان في اي مكان ينفع يتعمل للمحامين او يتخصص للمحامين بشكل معقول احنا مستعدين نبنيه، بس بشكل استثماري. يعني لما يتقال لي انه مطلوب نادي اجتماعي في المناشي على النيل انا موافق، بس يبقى لأداء استثماري، يعني يبقى مش هنجيبه علشان حضراتكم تقعدوا تاكلوا فيه سندوتشات وشاي وقهوه وخلاص نصرف ملايين وتبقى قاعد تشرب شاي. لو المكان ده هنحط فيه مشروع يجيب دخل يصرف على النقابة الفرعية أو يقول إلى صندوق المعاشات ويحقق إن الجانب اللي المحامي عايزه إنه يروح يقعد في المكان بتاعه يليق بيه، أهلا وسهلا، إحنا ما عندناش مانع، واعتبروا هذه موافقة من النقابة العامة أو مني فيما يتعلق بهذا الأمر.